الطلاب؟ هذول طلاب المدرسة التقدمية، ويقول لك المدرسة التقدمية كسرت كل المدارس. وين صايرة هاي المدرسة؟ شنو بعبود، اكو واحد من عند المدرسة التقدمية بزعفرانية بداية اربع شوارع. احمى الله والديك، باكر اروح اسجل ابني عبودي. صباح الخير تلاميذنا الحلوين. التمثيلي اللي يمثلوا زملائكم اللي هو شنو كانوا يلعبون لعبة الدومنة اللي هي من الألعاب القديمة اللي كنا نلعبها وين؟ بالمقاهي. فاليوم درسي لهذا اليوم هو جدول الضرب. شو راح أسوي؟ راح أستوحي من لعبة شنو؟ من لعبة الدومنة. شو راح أسوي مثلا؟ عندي هذا اللي هو نفس الدومنة مالتهم. شنو هذا العدد عندي؟ خمسة. وهذا العدد؟ مين. من أقول خمسة في اثنان هو نفس اثنان في خمسة، يعني إذا أجي أقول اثنان في خمسة عشرة، يعني مرتين خمسة. وإذا أجي أقلبه أقول خمس مرات اثنين، شنو يكون الناتج عندي؟ عشرة.